ليتس جو. اهلا بكم من تاني على قناه مانجا 64، بوابتكم لكل ما يخص عالم الفيديو جيمز وفيديو جديد من فيديوهات الانبوكسنج. والله زمان وبعوده، بقالي كتير قوي ما عملتش انبوكسنج لمجسمات فانكو باب، والسبب وجيه. انا بحب جدا مجسمات الفانكو باب، لكن ما عادش عندي مكان على الحيطه احط المجسمات عليه، خلاص الحيطه بقت على اخرها. ان شاء الله في يوم من الايام اوريكم المنظر عامل هنا ازاي، بس يعني مفيش مكان، وحتى اللي انا هفتحهم دول ما عنديش اي فكره احطهم فين، بس هم جولي هديه تقريبا يعني، او كان وضع يد يعني. هو اخويا كان عنده حاجات وبتاع، وبيفضي العلب وبيفضي الدنيا، ولفت انتباهي وقلت له بس البتوعين دول يلزموني، وقد كان. قبل ما نبتدي الفيديو، لو ديت اول مره ليكم على القناه يا ريت تعملوا سبسكرايب، ولو بتحبوا فيديوهات الانبوكسنج يا ريت تعملوا على الفيديو لايك، لان دوت بيساعد القناه وبيقدم محتواها لاكبر عدد ممكن من الناس، ويبقى افضل طريقه انك انت ممكن تدعم بيها قناه مانجا 64، ومتشكر جدا لدعمكم. المهم تعالوا نبتدي نفتح العلبه، بس الاول اعرفكم احنا هنطلع ايه. المجسم اللي معانا حاجه فريده جدا من نوعها، هي مش ليميتد اديشن ولا اي حاجه، لكن هم مجسمين جايين مع بعض وشكلهم فاجر الصراحه، وانا مش هطول عليكم اكتر من كده. احنا بنتكلم عن مجسم مورتال كومبات 10 سب زيرو وسكوربيون، الاثنين مع بعض. تعالوا بقى، او دوت انا مش عارف مين، لا دوت سكوربيون، ما علينا هنكتشف دلوقتي. تعالوا بقى نفتح العلبة ونشوف شكلهم عامل ازاي عن قرب. دن 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 دن. طيب مبدئيا العلبة زي ما انتم شايفين جوه علبة، ده للناس اللي بتجمع الفانكوز وبيحبوا يحتفظوا بالمجسمات جوه العلب، بيحتاجوا يجيبوا الكفر البلاستيك ده علشان العلبة تفضل بحالتها، لكن احنا منعيش دعوة بالكلام دوت. وزي ما انتم شايفين جاي عليها بادج السبيشال اديشن، يعني المفروض ديت يعني كانت تبقى حاجة خاصة، مش عارف. المهم طن 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 زي ما اتفقنا دوت سكوربيون ودوت سب زيرو. تعالوا نبتدي بسكوربيون الاول. طيب دوت كده المفروض سكوربيون في مورتال كومبات اكس او مورتال كومبات 10، تحس ان هو متجمد يعني، ما اعرفش دي بقى حاجه لها علاقه بالقصه ولا لا، مختلف تماما طبعا عن سكوربيون التقليدي اللي احنا عملنا له انبوكسنج هنا على القناه من 100 سنه فاتت. دوت سكوربيون ده انا ما اعرفش ايه، بس يعني خلاص اوكي. ظريف ظريف، لكن طبعا المعمول بقى فيه يعني شغل جامد قوي هو سب زيرو. يعني تحس ان هو تبادل، هو المفروض معروف ان سب زيرو هو التلج وسكوربيون هو النار، فانا مش عارف ايه اللي بيحصل هنا. انا ما لعبتش الصراحه مورتال كومبات 10 قوي من ناحيه القصه يعني عشان اعرف ايه الحوار، بس تمام. لا جامد جدا، نينجا نينجا بقى وبتاع، مختلف برضو طبعا عن سب زيرو، بس ده بتاع مورتال كومبات 1 فكان بيزك جدا، لكن صراحه شكله مميز يعني. دوت سكوربيون مش عارف، مش حاسه قوي، شكله حلو بس يعني سب زيرو طبعا اكتر حاجه بتلفت الانتباه. اظن اغلب الناس اللي بتتفرج دلوقتي على الفيديو هتقول ان سب زيرو اجمد بكتير على الاقل في المجسم دوت. طيب احنا المفروض كده خلصنا، لكن طبعا هعمل حاجه ملهاش اي علاقه بالفيديو جيمز، بما ان انا بقى في البانكو بوبس وبتاع، حابب بس اوريكم ده محمد صلاح فانكو بوب. مش هفتحه دلوقتي، بس يعني جامد جدا. وبكده نبقى خلصنا الانبوكسنج بتاع النهارده، اتمنى انكم تكونوا قضيتوا وقت ممتع معايا، اتمنى ان يكون عجبتكم المجسمات، انا على الاقل عجبني سب زيرو. على اي حال لو عجبكم الفيديو يا جماعه يا ريت تعملوا عليه لايك، لو لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تعملوا سبسكرايب، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. خدوا بالكم من نفسكم ونشوفكم على خير.